وسائل التواصل الاجتماعي عالم رقمي واسع ومتنوع سريع وقليل التكلفة، الكل يحاول استخدامه لهدف ما، قد يكون للتجارة أو السياسة أو الشهرة أو استخدامه للترشح للانتخابات كما يحدث في موريتانيا. فقد قرر بعض المدونين المشهورين الترشح للانتخابات النيابية والبلدية والجهوية، لديهم أصدقاء ومتابعين بالآلاف، فقرروا الاستفادة من ذلك أو من المتابعين لهم كأصوات في صناديق الاقتراع للفوز بمقعد في إحدى المجالس النيابية. نشطاء سياسيون وأساتذة جامعيون وإعلاميون اختاروا الفيسبوك لإعلان الترشح للانتخابات، يأملون أن تشكل مواقع التواصل مؤثرا جديدا يتجاوز المؤثرات القبلية والجهوية والمال السياسي. لنلقي نظرة على الانتخابات النيابية الموريتانية وعدد المقاعد. في 3 سبتمبر أيلول القادم ستجري الانتخابات الثلاثة النيابية والبلدية والجهوية الأخيرة، هي انتخابات الولايات. في كل دائرة انتخابية أي حزب سياسي مرخص يستطيع تقديم لائحة انتخابية من 2 إلى 20 مرشحا، ولأن القانون الموريتاني لا يسمح بترشح المستقلين بشكل مباشر يستوجب على المدونين الترشح عن طريق لوائح الأحزاب. عدد المقاعد النيابية في الجمعية الوطنية هي 157 مقعدا تتوزع على لوائح عديدة. اللائحة الوطنية للنساء هي 20 مقعدا، واللوائح الوطنية المختلطة هي أيضا 20 مقعدا. لائحة نواكشوط 18 مقعدا. اللوائح الداخلية عدد المقاعد يختلف بحسب عدد السكان، و20 مدون ترشحوا هذه المرة للانتخابات الثلاثة من خلال لوائح أحزاب مختلفة. ولأن المدونون سيعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي، تركيزهم سيكون على العاصمة نواكشوط، حيث يوجد بالعاصمة 27% من السكان، وطبعا فيها المؤسسات العلمية والتشغيلية الكبرى والنسبة الأكبر لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن التأثيرات القبلية والجهوية أقل من المناطق الأخرى. معنا من نواكشوط محمد لمين سيدي مولود، المدون الإعلامي الموريتاني المرشح لمجلس النواب في نواكشوط. مرحبا بك محمد لمين. الشباب يعني ترشحهم هذه المرة، ما الذي يأملون تحقيقه؟ شكرا على هذه السانحة. الشباب يأملون تحقيق عدة أمور، من بينها أولا تجديد الطبقة السياسية النابعة منهم المواطن والتي تعكس مدى اهتمامه ومشاكله، سواء تعلق الأمر بالبطالة أو بالأمن أو بالتعليم أو بالصحة، وهي مجالات تحتاج التجديد وتحتاج التغيير. الشباب يعولون على الكثير من بعض، ولكن هذا التعويل واستخدام الفيسبوك ومواقع التواصل وسيلة لإعلان الترشح مقابل سياسيين مخضرمين موجودين لهم وجودهم، برأيك هذا كيف سيؤثر؟ يعني كيف سيكون حظوظهم مقابل هؤلاء؟ صحيح، وهنالك قوى تقليديه اجتماعيه وسياسيه وسلطويه مهيمنه على الساحه السياسيه الموريتانيه، بعضها يستغل وسائل الدوله وبعضها يستغل وسائل قانونيه ولا سياسيه، لكن ذلك لا يحول دون ان يخوض الشباب هذه التجربه، خاصه انه يتكئ على رصيد نضالي طيله العقدين الماضيين على الاقل، وايضا يستفيد من الحيز الافتراضي الواسع. في موريتانيا حوالي 300,000 صفحه افتراضيه يتبعها يعني عشرات الآلاف من المشاهدين والمتابعين. أيضا هنالك مستوى كبير من الوعي في المدن الكبرى، هنالك نشاطات وحركات سياسية شبابية طغت خلال السنوات الماضية على المشهد السياسي الموريتاني، وتم تناولها في المواقع الافتراضية ومواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام الحرة حتى وإن كانت تحاصرها وسائل الإعلام الرسمية. صحيح أن المعركة ليست سهلة، خاصة مع القوى ذات التجربة الطويلة وذات المال الكبير وذات السلطة الشائكة، لكن أيضا سوف يحدد المواطن الموريتاني الذي أصبح أكثر نضجا الآن من ينحاز إليه، فينحاز إليه في التصويت. المعركة لن تكون سهلة لكنها ستكون مجدية. ولكن هذه المعركة هل لها ثوابت؟ هل لها أرضية؟ يعني من هم منتشرون على الفيسبوك، هل بالفعل هم أكفاء أو لديهم الكفاءة لأن يخوضوا معترك السياسة؟
نعم، هي ليست الأرضية ليست مشتركة، لأن هنالك بعض الكتل ليست لديها خطوط حمراء مثل استغلال المال الحرام ومثل استغلال النفوذ القبلي والتجنيد الشرائحي. لكن الشباب يعول أولا على الوعي ويعول على الجدية، وأنه معروف في الساحات السياسية، فقد تظاهر ضد ارتفاع الأسعار، تظاهر ضد العبودية، تظاهر ضد انعدام الأمن، تظاهر لتحسين الصحة ولتحسين الاقتصاد ولمحاربة البطالة. يعني ليس هو ليس شبابا افتراضيا فقط، يعني هو موجود نشط على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه ايضا نشط في الساحات النضاليه وفي الشوارع وفي العمل النقابي وفي العمل الجامعي. شكرا جزيلا لك.